Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina أروي لكم عن قصة للمصطفى إذ قام يوما في الجهاد منظما رص صفوف كما الصلاة تصفهم فكأنهم بنيان سد أحكما وتجول المختار بين صفوفهم فإذا بشخص بينهم متقدما قد غير صف القويم خروجه نظر الرسول إليه ثم تبسما وبعود غصن لصفوف أعاده وأعاد للصف القويم تقوما قال الفتى في رقة وتمسكن يشكو إلى المختار منه تألما ألم تني بالعود يا خير الورى فاستغرب الجمع الغفير وهمهما ما ظنكم ماذا يكون جوابه هذا رسول حاز خلقا عظيما فتأملوا في قائد ومجند قد أزهر الإسلام حبلا فيهما هذا محمد كاشفا عن باطنه تفديه روحي مرسلا ومعلما يعطيه ذاك العودة دون تردد ويقول خذ مني القصاص مسلما فإذا به في لهفة وتشوق وكأنه يروي الفؤاد من الظما يجثو سواد كي يدم حبيبه لم يستطع من شوقه أن يحجما ويعاني كل بطن الشريف بوجهه متبركا متمرغا كي يغنما يا سعده قد نال حظا وافرا أصغوا إلى ما قال حين تكلما يا سيدي إني خرجت مجاهدا وعدونا جيش يسير عرمرما لا علمني إن كنت أمسي بينكم حيا لعلي أو قتيلا ربما فإذا قتلت فلست أدري موئلي في جنة أم في سعير أدرما لا
لكن جلدي مس جلدك علني أمدي وجلدي عن جهنم حرما صلى عليك الله يا خير الورى قد صار حبك في سراييني دما صلى عليك الله يا خير الورى قد صار حبك في شراييني دما.